بالمناسبة ديال حفل تسليم السلطة ما بين الرئيس السابق حمو الحريزي والرئيس الحالي السيد خالد حسناوي الذي يتولى رئاسة نادي الساكنية للكرة الحديدية بعد تشكيل المكتب المسير مكون من 11 العضو. فهنيئا لنادي الساكنية بالرجوع إلى حاضرة عاصمة الشمال الغربي والجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية. هذا لقاء بين الرئيس السابق والرئيس الحالي بين حمو الحريزي وخالد حسناوي. هذه بداية موفقة نتمنى للنادي الساكني ساكني للكرة الحديدية حد موفق في مستقبل من الأيام. هذه صور تذكارية المجلس المكتب المسير بنادي الساكنية للكرة الحديدية برئاسة الرئيس وخالد الحسناوي بمقر نادي الساكنية للكرة الحديدية. مرتدى وحما عشت في الأوطان للعلا عدوان جئت كل جنان ذكرى كل لسان من روحي من جسدي رد فتان رد نداء في دمي وفي دمي وكفر الله إخوتي هيا للعلا سعيا ننشد الدنيا أننا نحيا بشعار الله الوطن الملك. بشعار الله الوطن الملك يفتتح نادي الساكنية للكرة الحديدية بأبوابه التباري والتسجيل لجميع ممارسي الكرة الحديدية. شكرا لكم وإلى فرصة أخرى بحول الله.